السلام عليكم طلاب الأعزاء، اليوم درسنا عن قانون أوم للعلوم العامة الصف الثامن مدارس الوطن العربي. طبعاً رح نشرح هذا درسنا، بس بداية رح نعمل مراجعة بسيطة عن درس السابق لأنه هم درسين مربوطين مع بعض، عن المقاومة الكهربائية. كلمة مقاومة كهربائية، شو بنقصد بالمقاومة الكهربائية؟ لما أحكي مقاومة يعني هي ممانعة أو رفض، هي الممانعة أو رفض اللي بيبديها الموصل لمرور الشحنات الكهربائية من خلاله. طب ليش بصير عندي هاي الممانعة أو هذا الرفض؟ لأنه في سببين رئيسيين، اللي هم أول سبب إنه الشحنات مع بعض البعض بصير لها تصادم خلال الموصل يعني إعاقة، ثاني سبب هو تصادم هاي الشحنات الكهربائية مع ذرات الموصل نفسه، فبتخلي لي برضو بتعيق لي طريق سريان الشحنات خلال الموصل. فعندنا هدول السببين الرئيسيين من خلالهم بتم عندنا المقاومة الكهربائية. طبعا بناء على هذا التعريف تم تصنيف أو تقسيم المقاومة المواد حسب مقاومتها الكهربائية إلى ثلاث مواد. أول نوع عندنا المواد الموصلة. كلمة مواد موصلة يعني بتسمح للشحنات الكهربائية انها تسير خلال هذه المادة. طبعا بناء على هيك رح تكون مقاومتها، المقاومة للمواد الموصلة ضعيفة جدا، عشان هيك سمحت لي للشحنات تسير من خلالها. من ابرز الامثلة عليها عنا النحاس، الذهب، الفضة وغيره من المواد الموصلة. ثاني نوع من المواد تبعا لمقاومتها الكهربائية عنا اشي المواد العازلة. شو يعني مواد عازلة؟ هي مواد ما بتسمح للشحنات الكهربائية تسير من خلالها، فمعناتها رح تكون مقاومتها رح تكون عالية جدا، يعني ممانعة عالية جدا. من أشهر الأمثلة عليها عندنا البلاستيك، وعندنا مطاط، وعندنا الهواء، وغيره وغيره من الأمثلة، الخشب إلى آخره. ثالث نوع من المواد حسب مقاومتها الكهربائية عندنا إيش اسمه؟ أشباه الموصلة. شو يعني مواد أو أشباه الموصلة؟ هي مواد تقع بين المادتين اللي حكينا عنهم، يعني رح تكون مقاومتها لا هي عالية جدا زي المواد العازلة ولا مقاومتها ضعيفة مثل المواد الموصلة، هي رح تكون مقاومتها متوسطة. من أشهر الأمثلة عليها عنصرين، عنصر السيليكون وعنصر وعنصر الجرمانيوم. هلأ بدنا نحكي شو العلاقة بين المقاومة والجهد الكهربائي. توصل العالم جورج أوم العالم الألماني إنه في علاقة بتربط بين التيار وبين الجهد، إنه علاقة طردية، كل ما زاد مقدار فرق الجهد الكهربائي بين طرفين الموصل زاد مقدار التيار التيار الكهربائي. فمن خلال العلاقة بنقدر نحكي إنه التيار يتناسب تناسبا طرديا مع الجهد. طبعا لو بدنا نيجي نشتق القانون، التيار بدل ما يتناسب طرديا بنحط مساواة الجهد وبنحط ضرب ثابت. هذا الثابت أجل العالم جورج أوم عوضه بالمقاومة، فالتيار يساوي الجهد ضرب المقاومة، هي مقاومة الموصل هو نفسه الموصل. فحتى أخلي المقاومة الموصل لحالها أو هي موضوع القانون، لابد من أني أتخلص من الجهد الكهربائي، فبقسم على الجهد، فبقسم طرفي المعادلة على الجهد، فالمقاومة بتساوي تا على جي. شو يعني؟ مين هي عبارة عن المقاومة الكهربائية، وطبعا زي ما حكينا بالدرس السابق انه المقاومة وحدتها اوم نسبة للعالم اللي اكتشفها، وتا هو عبارة عن التيار الكهربائي وقانونه من دروس السابقة امبير وحدته امبير، اما جيم هو عبارة عن فرق الجهد الكهربائي اللي بيكون بين طرفي الموصل ووحدته فولت. فمن خلال القانون ميم هي اوم، هي نفسها تساوي التيار، بما انه بنحكي عن التيار فبنحكي عن وحدة امبير، بما انه بنحكي عن الجهد فبنحكي عن فولت، فاذا اوم هي نفسها امبير لكل فولت. طبعا حل المسألة بناء على القانون اللي حكيناه، عندنا مصباح كهربائي يسري فيه تيار مقداره 3 امبير ومقدار المقاومة موجودة فيه 60 أوم، احسب مقدار فرق الجهد الكهربائي بين الطرفين. طبعا المسألة عندنا سؤال، بدنا نحدد المعطيات الموجودة عندنا ونحدد المطلوب وبعدين نبلش بالحل. هلا معطياتنا الموجودة عندنا تيار يعني تا يساوي 3 أمبير، وعندنا مقدار المقاومة ميم تساوي 60 أوم، لازم ننتبه للوحدة، والمطلوب فرق الجهد مجهول.
أول إشي بحط القانون اللي حكيناه قبل شوي، مقاومة تساوي جيم على تا، فبعوض مباشرة بدال المقاومة بعوض 60 أوم، وبدال جيم لأنها مجهورة رح تبقى زي ما هي، أما بدال التيار الكهربائي بعوض 3 أمبير. بدنا نضرب ضرب تبادل حتى نوجد المجهول اللي هو جيم، فبعتبره مقام محطوط على واحد، فبضرب ضرب تبادلي جيم في واحد جيم، لأنه أي مقدار نضرب واحد ضل زي ما هو، 60 ضرب 3 جيم تساوي ضرب 3 60 ضرب 3 صفر بينزل 6 ضرب 3 18. ننتبه للوحدة، فرق الجهد وحدتها حكينا فولت، إذا مقدار فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المصباح هي عبارة عن 180 فولت. لو بدنا نيجي نحل سؤال مثال موجود عندنا بكتابنا صفحة 65، مثال موجود صفحة 65 بحكي لنا مدفأة كهربائية تعمل على فرق جهد مقداره 200 فولت ويمر في تيار مقداره 4 أمبير عند تشغيلها، احسب مقاومته. بنكتب المعطيات على طرف الورقة، فعندنا جيم يساوي 200 فولت وعندنا تا تساوي 4 أمبير. على طول منحط إذن مقاومة مجهولة اللي بدنا نطلعها، على طول منحط القانون ميم يساوي جيم على تا، يعني الجهد على التيار، ميم مجهولة ما بعرفها، فالجهد 200 على 4. فبدي أقسم أول إشي باخد أول منزلتين 20 على 4 5 والصفر بينزل إذن 50. شو وحدة المقاومة؟ أوم. إذا مقاومة المدفأة الكهربائية هي عبارة عن 50 أوم. طبعا هاي أمثلة بسيطة. هلأ لو بدنا نطلع المقاومة الكهربائية ولكن عن طريق الرسم البياني، كيف رح يتم ذلك؟ أول إشي عنا سؤال، أجرى طالب تجربة علمية لدراسة العلاقة بين تيار كهربائي المار في مصباح كهربائي وفرق الجهد جيم بين طرفيه، فتوصل النتائج الآتية. عندنا جدول بيبين لي أرقام لفرق الجهد وأرقام للتيار الكهربائي، أنا من خلال هدول الأرقام بدي أعمل علاقة بخلال رسم البياني، ومن ثم بدي أطلع المقاومة الكهربائية. أول خطوة لازم أرسم محورين، المحور السيني والمحور الصادي، ولازم أخلي على المحور السيني مقدار التيار الكهربائي، ولازم أحط الوحدة اللي هي أمبير، على المحور الصادي بدنا نخلي فرق الجهد واللي هي وحدته فولت. طبعا لازم نقسم المحاور تبع على الارقام اللي عندنا بالشكل اللي يتناسب معها. التيار الكهربائي عندنا 1 2 3 4 5، يعني ارقام جاهزه وبسيطه ونقدر نقسمها، فبنبلش 1 2 3 4 5. اما بالنسبه لفرق الجهد الكهربائي عندنا 2 4 6 8 10، برضه أرقامه بسيطة وسهلة، 2 4 6 8 10. هلأ بيتم توصيل كل رقم مع مقدار، يعني التيار مقداره 1 مع 2، فأنا بطلع عمود من 1 وخط من 2 بقابلهم بنقطة اللي هي هون المنتصف، 1 مع 2. طيب 2 مع 4 برضه نفس العملية بكررها لكل الأرقام اللي عندي، 2 مع 4 طبعا برسم البيان رح يكون أدق. في عنا 3 مع 6 بقابلهم بنقطة، وأربعة مع 8 آخر إشي عنا 5 مع 10. طبعا نلاحظ إنه النقاط كلها موجودة على نفس الخط، فبدنا نوصلها بخط مشترك بيناتها بيقطع كل النقاط، بيطلع عنا خط مستقيم، يعني العلاقة رح تكون علاقة طردية. وهذا الوضع الطبيعي، انه كل ما زاد مقدار فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الموصل زاد مقدار التيار الكهربائي. طبعا انا من خلال هاي العلاقة او من خلال هذا الرسم البياني كيف بدي اقدر اطلع المقاومة؟ في اشي اسمه الميل. الميل شو يعني الميل؟ اخدته بالرياضيات، هو مقدار فرق الصادات على فرق السينات، يعني
صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. طبعا انا بقدر انسق هذا القانون تبعا للمجاهيل او المعطيات اللي عندي، بدال فرق الصادات اللي هي ايش على محور الصادات الجهد، فبحكي الميل هو نفسه بدال صاد 2 جيم 2 ناقص جيم 1، وبدال السينات بقدر احكي تا 2 ناقص تا 1. طبعا بالبداية لازم اختار زوج مركب، فخلينا نختار واحد مع اثنين. بيتم اختيار زوج المركب، اول اشي احداثي سيني، بعدين احداثي الصادي المترابط معه، فواحد مع اثنين. واختار زوج ثاني، ثلاثة مع ستة، ثلاث مع ستة. اذا واحد بيمثل لي احداثي السيني واللي عبرنا عنه بالتيار، فهذا تا واحد، واثنين الاحداثي الصادي واللي عبرنا عنه ب جهد يعني جيم واحد. اما ثلاثة هي احداث السين الثاني وهو تا اثنين، اما وستة هي عبارة عن الاحداث الصاد الثاني وهو جيم اثنين. فبعوض مباشرة على القانون، الميل هو نفسه المقاومة تساوي جيم اثنين من خلال زوج المرتب هي ستة ناقص جيم واحد اثنين على ثلاثة ناقص واحد. ستة ناقص اثنين اربعة، على ثلاثة ناقص واحد اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين. بما إني عم بحكي عن مقاومة، إذا مقاومة المقاومة وحدتها أوم، إذا مقاومة المصباح أو الجهاز الموجود عندي اثنين أوم. هلأ بدنا نحل تطوير المعرفة صفحة 65. السؤال الأول عم بحكينا الجهاز المبين في الشكل 6-19 يدعى الأفوميتر، ما أهميته وما استخدامه وما سبب تثبت به هذا؟ طبعا هذا الجهاز بيقيس مقدار فرق الجهد الكهربائي المستمر وبيقيس المقاومة. السؤال الثاني، ما تأثير تغير درجة الحرارة في مقاومة الأسلاك؟ طبعا تأثيرها رح تكون علاقة أيضا طردية، كل ما زادت الحرارة زاد كل ما كانت المقاومة أعلى، لأنه الحرارة بتزيد من حركة الذرات داخل الموصل وتزيد من حركة الشحنات، فبتصطدم بأكثر، فبالتالي مقاومتها رح تكون بشكل أكبر أو بشكل أعلى. طب نحل أسئلة تقويم التأمل صفحة 66. عندنا السؤال الأول، يمثل الرسم البياني في الشكل 6-20 العلاقة بين فرق الجهد الكهرباء الجهد بين طرفي الموصلين ألف وباء والتيار الذي يسري في كل منهما، أي موصلين أكبر مقاومة؟ أول إشي لازم ننتبه لأسماء المحاور، عندنا المحور السيني موجود فرق الجهد والمحور الصادي موجود التيار الكهربائي، عكس للسؤال اللي حليناه. فعندنا موصل ألف وموصل باء، أنو رح يكون مقاومته أعلى؟ طبعا الموصل باء، ليش؟ لأنه كل ما زاد فرق الجهد كل ما كانت المقاومة أعلى، إذا الحل الموصل باء. السؤال الثاني، احسب التيار الذي يسري في مقاومة مقداره 10 أوم عند وصلها ببطارية فرق الجهد بين طرفيها 2 فولت، ما مقدار المقاومة التي يجب وصلها في الدارة ليسري تيار مقداره مثل التيار الأول؟ أول إشي هذا السؤال عندنا شقين لهذا السؤال. أول إشي بدنا نحسب المقاومة، زي ما حكينا بنبلش بمعطيات، عندي المقاومة مقدارها 10 أوم وعندي الجهد يساوي 2 فولت، بدنا نحسب التيار اللي هو مجهول. أول إشي بنحط القانون ميم يساوي جيم على تا، يعني الجهد على التيار، بعوض المقاومة 10 والجهد عندي 2 والتيار مجهول، على 1 بضرب ضرب تبادلي 2 بواحد 2 يساوي 10 بتا 10 تا، بتخلص من معامل تا على 10 على 10، إذا التيار يساوي 2 على 10 وهي 2 بالعشرة، ووحدة التيار زي ما حكينا بالدروس السابقة أمبير. طيب هذا الشق الأول من السؤال، طالب مني كمان احسب مقدار المقاومة إذا كان تيار أصبح مثلي تيار الأول. شو يعني مثلي؟ يعني ضعفه، يعني ضرب 2، تا رح يصير 2 ضرب 2 بالعشرة اللي هي 4 بالعشرة أمبير، والمقاومة موجودة عندي وعندي جهد 2 فولت من السؤال اللي قبله، وعندي الجهد من الشق اللي قبله هو 2 فولت. إذا بحط القانون ميم يساوي جيم على تا، ميم مجهول، جيم 2 على 4 بالعشرة، شو يعني؟
مقاومة تساوي 2 على 4 بالعشرة. حتى أعمل قسمة طويلة لازم أتخلص من الفاصلة، فبضرب من بعشرة، ونفس ما ضربت المقاومة بعشرة لازم أضرب البسط بعشرة، فبصفي عنا 20 على 4 لأنه صفر العشرة طير الفاصلة، فعشرين على 4 هو نفسه 5. بما أني عم بحكي عن مقاومة إذا وحدتها 5 أوم. بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء، اليوم رح نحل أسئلة الفصل التابع للوحدة الكهرباء المتحركة. طب السؤال الأول عنا، وضح المقصود بكل من التيار الكهربائي، فرق الجهد الكهربائي والمقاومة الكهربائية. طبعا زي ما ذكرنا التيار الكهربائي من دروس سابقة هو كمية الشحنات الكهربائية اللي بتعبر مقطع الموصل خلال ثانية واحدة. أما فرق الجهد الكهربائي هي الطاقة التي تجعل الشحنات تتحرك من مكان الآخر عبر الموصل، حكينا عبرنا عنها بالبطارية لأن هي تدفع أو تشحن الشحنات بالطاقة اللازمة اللي تخليها تتحرك داخل الموصل. أما بالنسبة لتعريف المقاومة الكهربائية من الدروس السابقة حكينا شو يعني مقاومة، يعني رفض أو ممانعة اللي بيبديها الموصل اللي بيبينها من خلال حركة الشحنات الكهربائية فيه، وحكينا كمان أنه في سببين رئيسيين نرجع نعيدهم، هو تصادم الشحنات مع بعضها البعض وتصادمها مع ذرات الموصل، عشان هيك بصير عندنا مقاومة كهربائية. السؤال الثاني عنا، جهاز إضاءة يدوي مقاومة فتيل مصباحه الكهربائي 8 أوم وجهد بطاريته 6 فولت، فإذا طلب منك استبدال مصباح كهربائي آخر بحيث يضيء فترة أطول مع عدم تغيير البطارية، طبعا لازم ننتبه لهذه الملاحظات، فهل تستبدل به مصباح مقاومة فتيله أكبر من 8 أوم أم أقل؟ فسر إجابتك. طبعا بما إنه بحكينا بالسؤال بده إياه مقاوم، بده إياه يضوي أو يخلينا نحكي يضيء لفترة أطول، يعني التيار رح يكون أعلى. حكينا العلاقة بين التيار والمقاومة علاقة عكسية، فإذا رح نبدله بمصباح مقاومته أقل من 8 أوم. ليش؟ لأنه حسب قانون أوم إنه التيار الكهربائي المار بقل عندما تقل المقاومة، يزداد عندما تقل المقاومة، فبالتالي تزداد فترة إضاءته، لأن علاقة عكسية بين المقاومة والتيار، لذا نستبدله بأقل من 8 أوم. السؤال التالي، يمثل الشكل 6 ل 21 دارة كهربائية، أجب عن الأسئلة التي تلي. عندنا دارة كهربائية زي ما احنا شايفين، هذا رمز الأميتر، حكينا سابقا شو يعني أميتر، هو جهاز باسمنا التيار الكهربائي، وعندنا هذا رمز الفولت ميتر واللي بيقيس مقدار فرق الجهد بين طرفي المصباح أو طرفي البطارية، عندنا هذا الرمز رمز المقاومة الكهربائية، وهذا رمز البطارية اللي فيها قطبين، قطب موجب والقطب سالب، وهذا رمز الأسلع. إذا شو طالب مني بالسؤال؟ ألف، حدد على رسم اتجاه التيار الاصطلاحي. من خلال الدرس الدروس السابقة عرفنا إنه شو الفرق بين التيار الاصطلاحي والإلكتروني. الاصطلاحي هو اللي ببلش من القطب الموجب، قطب الموجب للقطب السالب داخل الدارة الكهربائية. إذا لو بدي أحدد على الرسمة من القطب الموجب للقطب السالب، لو حكالي تيار إلكتروني بالعكس من السالب للموجب. الفرع باء، جد قراءة الأميتر، لما يحكي لي قراءة الأميتر يعني طالب مني تيار الكهربائي إذا كان فرق الجهد بين طرفي المقاومة 10 فولت. إذا تا من خلال قانون الأوم اللي أخذناه قبل شوي، المقاومة تساوي جيم على تا. أنا خليت التيار الكهربائي لحاله موضوع قانون، فمن خلال القانون قدرنا نوصل إنه التيار هو نفسه الجهد على المقاومة. الجهد موجود عندنا وهو 10، والمقاومة موجودة بالرسمة 5 أوم، فعشرة على 5 هي نفسها 2 أمبير. بما أني بحكي عن تيار، إذا وحدة التيار أمبير، ولازم ننتبه كتير للوحدة. الفرع جيم، ما اسم الجهاز الذي يقيس فرق الجهد بين طرفي المقاومة؟ بما أني عم بحكي فرق الجهد وذكرناه سابقا هو الفولت ميتر، وبيكون رسمته أو رمزه في الدارة الكهربائية دائرة فيها حرف V نسبة للفولت، تمام؟ السؤال الرابع، أعطي عرضا تقديميا عن مصباح كهربائي منذ اختراعه وحتى الآن موضحا عمليات التطور التي حدثت له. طبعا هذا السؤال بترك للطالب لنشاطه. السؤال الخامس، قارن بين الأميتر والفولت ميتر من حيث استخدام كل منهما وطريقة توصيله.
طب عندنا الأميتر وعندنا الفولت ميتر. الأميتر حكينا قبل شوي هو عبارة عن جهاز بيستخدم لقياس التيار الكهربائي، بتم توصيله في الدار على التوالي، يعني بشكل متسلسل أو بنفس مستوى وجود المصباح أو المقاومة. أما الجهاز الثاني الفولت ميتر هو جهاز بيقيس مقدار فرق الجهد الكهربائي، وطبعاً بتم توصيله على التوازي مع الجهاز أو المقاومة المراد قياس إلها فرق الجهد الكهربائي. بالنسبة للسؤال السادس، أجرى صلاح تجربة علمية لدراسة العلاقة بين التيار تا المار في مصباح كهربائي وفرق الجهد جيم بين طرفي، فتوصل النتائج الآتية. هذا مثل السؤال اللي حليناه قبل، عنا معايير أو مقدار لفرق الجهد وعنا مقادير للتيار الكهربائي، كيف بده يتم حسابها؟ زي ما احنا شايفين، أول إشي بنعمل رسم بياني محورين، محور السيني ومحور الصادي. محور السيني بنخلي عليه التيار الكهربائي اللي وحدته أمبير، لازم ننتبه لاسم المحور ووحدته، والمحور الصادي عندنا فرق الجهد ووحدته الفولت. طبعا زي ما أخذنا المقادير زي ما هي وزعناها 4/10 8/10 1.2 1.62، وعندنا كمان فرق الجهد 2 4 6 8 10. من خلالهم قدرنا نعمل أزواج مرتبة، لأنه الأربعة بالعشرة مع الاثنين، فوصلنا الأربعة بالعشرة مع اثنين، بعدها الثمانية بالعشرة مع الأربعة، الواحد فاصل اثنين مع الستة، وعندنا 1.6 مع الثمانية، والاثنين مع العشرة. من خلالهم قدرنا نرسم خط مستقيم بوصل العلاقة بيناتهم. طبعا عشان أحسب هذا، تم قياس أو رسم العلاقة بيناتهم، بس عشان أحسب المقاومة حكينا من الشرح إنه المقاومة هي نفس الميل، يعني جيم 2 ناقص جيم 1 على تا 2 ناقص تا 1. عشان أحل على هذا القانون بلزمني زوج مرتب، اخترت 4 بالعشرة مع الاثنين، يعني إحداثي السيني مع إحداثي الصادي، وبعدين اخترنا 8 بالعشرة مع الأربعة، 8 بالعشرة مع الأربعة، هاي بتمثل تا 1 جيم 1 تا 2 جيم 2. بنعوض تعويض مباشر على القانون، جيم 2 اللي هو 4 ناقص 2 على 8 بالعشرة ناقص 4 بالعشرة، 4 ناقص 2 2، 8 بالعشرة ناقص 4 بالعشرة هي 4 بالعشرة. فشان أقسمها لازم أضرب بعشرة حتى أتخلص من الفاصلة، وأضرب البسط كمان بعشرة، لأن الفاصلة بتطير الصفر بطير الفاصلة، فبصفي عنا 2 بعشرة 20 على 4، 20 على 4 5، وما ننسى إنه وحدة المقاومة أوم، إذا 5 أوم. السؤال السابع حكينا رسم البياني 6 ل 22 يوضح تغيرات فرق الجهد بين طرفي كل من المقاومتين ألف وباء والتيار المار في كل منهما اعتمادا على الرسم. احسب مقدار المقاومة الكهربائية لكل من المقاومة ألف والمقاومة باء. عندنا رسم بياني، عندنا المحور السيني فياته تيار، والمحور الصادي فياته فرق الجهد، عندنا محورين او عندنا خطين، مقاومة ألف ومقاومة باء. كيف بدي احسب لهم مقاومة؟ زي ما حكينا بالسؤال اللي قبله، المقاومة نفس الميل، هي جيم 2 ناقص جيم 1 على تا 2 ناقص تا 1. اخذنا من خلال الرسم زوج مرتب من الموصل او من الخط المقاومة ألف، اخذنا زوج مرتب اللي هو 5 مع 2 و10 مع 4، ف5 هي تا 1 و2 هي جيم 1 و10 تا 2 و4 جيم 2. فتطبيق مباشر، 4 ناقص 2 على 10 ناقص 5، 4 ناقص 2 2 على 10 ناقص 5 2 على 5، قسمناه قسمة طويلة 4 بالعشرة، وما ننسى انه وحدة المقاومة اوم. هذا بالنسبة للمقاومة ألف. أما بالنسبة للمقاومة باء، نفس العملية كررناها باء بس باختلاف الأزواج المرتبة حسب الرسم الموجودة عندنا. برضو القانون جيم 2 ناقص جيم 1 على تا 2 ناقص تا 1. الزوج المرتب اللي اخترناه من الرسم باء 8 مع 8 بالعشرة و10 مع 1. 8 بتمثل تا 1، 8 بالعشرة جيم 1، 10 بتمثل تا 2، والواحد بمثل جيم 2. تعويض مباشر، 1 ناقص 8 بالعشرة على 10 ناقص 8، إذا 2 بالعشرة على 2، بإمكاننا نختصر ونطلعها قسمة طويلة أو الجواب ضله زي ما هو، والوحدة رح تكون أوم. لهون بتكون انتهت الأسئلة، شكراً لكم.